أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مديرية صحة إدلب تحذر من تزايد الإصابات بالمتحور أوميكرون في شمال غرب سوريا بالتزامن مع موسم انتشار الإنفلونزا، وتدعو الأهالي إلى أخذ اللقاح والالتزام بقواعد السلامة. توقف نصف الأفران الخاصة عن العمل في دمشق بسبب أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وفق شبكة شام اف ام الموالية. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 7 عناصر من قسد حاولوا مهاجمة منطقتي درع الفرات ونبع السلام شمال وشرق سوريا. اندلاع احتجاجات جديدة في محافظة السويداء تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة نظام الأسد، وتدعو السوريين في جميع المحافظات إلى الإضراب العام والعصيان المدني. طائرات إسرائيلية تلقي منشورات ورقية في منطقة القنيطرة تهدد فيها قوات نظام من التعامل مع ميليشيا حزب الله اللبناني. الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبة كبتاجون وكمية من الحشيش قادمة من سوريا إلى الأردن وإصابة عدد من المهربين.